مرحبا، بدنا نستعمل بايثون حتى نقرا الفريمز لهيدا اليوتيوب فيديو. هيدا هو اللينك، وهيدا هو الكود. حياتا هلا حنستعمل السي في لايبرري. فينا بالسي في لايبرري فينا نقرا حياتا من اللابتوب كاميرا. اذا بدل هيدا اليو ار ال هون حط زيرو. هذا الـ URL هو وين الـ variable URL؟ هي f get URL. فنحن f هلا هيدي الـ get كأنك أنت عم إنه هي هو الـ f هون هو هلا حنشوف الفورمة بتاعه، بس هيدي هي ذاتها. إذا أنت عم تقول له f هيك URL، هيدي هي ذاتها. بس أنا بحط النان، بفتكر إنه إذا ما في، لأنه هي ديكشنري. هيدا الـ f هي هو ديكشنري. هلا عم نشوف مين هو الـ f وهيك. ف هذا الـ URL هو الكي، والـ F URL هو الـ value. هلا إذا هالفاليو كان مش موجود، هالكي مش موجود، فبعتقد الـ F you get برد له نان. فهيدي مثل عاملين protection، بس نحن عارفين إنه في عنا URL. على كل الأحوال حنستعمل هذا الكود وفينا نقرأه مباشرة. هيدي لمحة، هذا هو كل الكود حياتا. أنا هون أنا حاطط print 1 2 3 4 هون print 2 بس للـ debugging. هلا بنشوفه. الفيديو مهضوم كتير ومدته 25 ثانية. البيسة الحلوة. اوكي، شوف منظرها بالاول كيف كان. تقريبا عم تطلع لفوق، بعدين ضربتها بالارض مرة اثنين، بعدين هون ما عادت ضربتها تقريبا بالارض او ضربها بالارض. اوكي، الى اخره. فحنشوف هيدا هلا. حقيقة اللي مهتم يمكن الكود بعتقد موجود هون. سيف فيديو؟ لا مش سيف. هيدا هو هيدا هو without downloading the video. هيدا هي اللينك. فهون هيدا الانسر، هيدا جواب كتير مهم. هون يعني بخلينا ننزل، بعلمنا الخطوات اللي لازم نعملها وهيك. هلا هول الخطوتين انا اختصرتهم ب ما فتت على اللينك اللي هون عم بيقولوا هون تحت. هي هون تحت ما فتت عليه. خلص حط pip install youtube_dl وبزيادة عليه. حتى بصراحة ما انتبهت لهاي. انا كنت منزل قبل FFmpeg بس ما اهتميت للامر يعني. على كل الاحوال الفورمات هو في، نحن لما بنطلب فيديو من اليوتيوب بيكون في كذا فورمات. يعني كمان هون في شيء 14 فورمات له، هون من عندهم 14 بيطلع. حتى هون ببينوا معنا كمان ان 14. اي هون هي لحظه. نعم مش هيدي. ايه فإذا بنعمل ران لهيدا youtube_dl كذا، ساعتها هون 14 فورمات. نحن حنقرا بس من هيدا ال 160 اللي عنده الفورمات كود 160. شاشته صغيرة حلوة 192 144. هلا هول الاوديو ما اكيد ما حنهتم لامرهم. نحن عم ناخد يعني MP4 فيديو اونلي. اها هيك كمان فيديو اونلي فيديو اونلي فيديو اونلي فيديو اونلي فيديو اونلي. وهيدا بيست 18 هو البيست. AVC1 ما بعرف 24 فريم بير سكند. هيدا اللي فوق 24 كمان. 160 قد ايه؟ 24 فيديو اونلي. فاخذنا 160 بالكود. هلا هيدي هول 14 اللي هون فينا نعملهم، فينا نشوفهم كمان بنفس الكود اللي هون. فينا نشوفهم حقيقة واحد واحد هول الفورمات. فيا شباب يا شباب، ايها المهتمون انا على الكمبيوتر تاعي لما علق على هيدا واحد من هول ما اشتغل عليه مزبوط. كان عنده الكودك هيدا الـ AV01 ما اشتغل عليه، قال لي الهاردوير تاعك ما بيحمله.
فهذا ال AV1 موجود هون وكمان هون وبس هون. AVC1 اشتغل اللي هو هذا 160، ففينا ناخذهم حقيقة مشاكل كتير حلوة، وحتى نلقي نظرة عليها. فإذا هون نحن أنا عم باخدهم فريم بفريم، ونحن عم نقول له بهيدي وايل ترو بضل بياخدهم لحد ما يخلص بعتقد. فهون نحن عم نقول له cv2.m شو، عم نقول له ورجيني اياها، فبورجيني اياها هون. هلا هون أنا حاطط بس هيك. فهول هن الفورماتات، اوكي بيمرقوا معنا الفورماتات هي هون، بضل بحطوا بضل بورجينا اياها. هلا هو عم بورجينا الفورمات تاع ال 160، هذا اللي عنده فورمات اي دي 160. الفورماتات كيف بناخدهم؟ شو هو الفورمات؟ سايدي انفو دكت جات فورمات نون بالانفو دكت. اوكي بالانفو دكت حط الفيديو يو ار ال، قول له يوتيوب دي ال دوت اكستراكت انفو، بياخدهم، بياخد كل شيء، اخذ اليو ار ال، اخذ كل المعلومات، وباليو ار ال المحدد جدا ساعتها هون قلنا له كابتشر، فيديو كابتشر، هون فعلا صار عم ياخذهم. اوكي هي هون اخذ، هلا عرض، هو عرضه مرتين ثلاثة وخلص، كم مرتين بالضبط؟ مرتين عرضه. انا حطيت له لحتى ما يكب لي انه هيك مثل وارنينج او شيء هيك، فقلت له الفي كودك ما بدي اياه، هيدا هذا اللي ما عم يشتغل على الكمبيوتر عندي، مش ما بدي. كان في يقول له حتى فورمات، شو اسمه، فورمات اي دي، هذا هو برنت فورمات اي دي، في حدد له فورمات اي دي معين، بس يورجيني واحد، يعني ما ضروري يورجيني هون كلهم. اوكي ومثل ما قلنا اذا بنحط هون زيرو، وين ما بعرف اذا قلتها، اذا بنحط هون زيرو ساعتها بيورجيني من الكاميرا، من كاميرا تاعت اللابتوب. سوري. فهيدي شو قصتها، هيدي ما بعرف شو قصتها، هيدي بلا بعرف. هو 30 ملي سكند، يعني كل 30 ملي سكند بياخد فريم. السي في 2 هيدي لايبرري مهم جدا، يعني فيك تنزل تقريبا لحد الواحد ملي سكند، يعني اكتر شوي، يعني كل واحد ملي سكند عم تقول له اعطيني الفريم، اعطيني الفريم، اعطيني الفريم، شغله كتير مهمه. يعني شو 1 ملي سكند؟ يعني انت فيك يعني تاخد 1000 فريم بالثانية. اوكي اذا انت اصلا الهاردوير او الصورة او او الفيديو بحد ذاته كان هو هيك، افتكر يعني فيك تاخد 1000، منه رقم هين. انت كل 30 ملي سكند عم تاخد صورة. بعد في شغلة كمان، اذا هون نحن عم نقول له ورجيني اياها، اذا انا ما بدي اشوفها بدي سيفهم، فهذا الكود، هذا الفايل اسمه process_youtube.py، هذا فينا نكبه ونحن محل ما نحن بدنا. مثلا مثلا هي بروسيس يوتيوب، انا سميتها بروسيس، ف هيدا كوبي مثلا، هيدا نحطه بشي فولدر جديد، مثلا شو نسميه، get frames of get frames kitten kitten youtube. هلا انا اصلا اخذتهم هون وحطيتهم هون الفريمز، صاروا شي 1000 فريم تقريبا. هلا اذا فتح بس اوكي، فهون هن هون مجموعة. شو بدنا بعد احلى من هيك؟ كل هالبسس هن مكررين، انه مش بهني، يعني هي عم بورجينا الفيديو شي مرتين هون كان تقريبا عندي، يعني بس يكون نص عددهم تقريبا 1200 و 609 تقريبا، كل وحدة 609 فريمز. اذا انا كل 30 ملي سكند 609، اوكي وينو
نوب هي إذا أنا عنا 609 ضرب 609 ضرب 30 ملي سكند18 ثانية يعني. فإذا فإذا مش كانت 30 ملي سكند يعني ما أخذ 30 أكثر شوي لحتى يوصلوا لل لحتى يوصلوا لل شو اسمه إذا قلنا فرضا يعني 25 ثانية يعني 25,000 ملي سكند بس 609 ف41 تقريبا يعني يعني كل فريم عم تاخد 41 ملي سكند. اوكي ايه فكنت عمول هذا الكود اذا انا بشيله بحطه انا واقف عشان عم بعمل بيست انا وينو ايه هذا الكود شيله حطه بالمحل ما انت بدك مثلا بهاي جت فريمز كده من يوتيوب خلونا هيدا نفتحه على هو الفيديو خالص فاللي بده يترك يترك بس انا بس عم اتسلى الشباب شدوا الهمة وعملوا شي هيك يعني هدفي اوصل بعدين لشي واضح شي يعني يكون له وزن بهالحياة الصعبة. شو بدنا نسميه؟ لا مش ريد ريكورد اوبن فايل. ليش عم بدو ريد ريكورد؟ انت بدك تطلع على الكتن على هذا وين حياخد بس ال 160 هلا. اوكي هذا خلص بدي سكره. اوكي تنسر فلو بروسس يوتيوب اي اوكي صح هي سماه شي تاني كرمال حتى انا مضيع. فاذا اوبس اوكي يلا رجع غير التسمية برافو عليك. ما في شيء عم خلي اليو ار ال هو زيته ما مشكلة. هاي اليو ار ال حلو خلص ما لنا مشكلة يعني هو مجهز يكون يعني هو طبيعته الكود مجهز يكون انا ما بدي اخذهم كلهم خلص خلينا على او ما بدي اطبع لي هاي ماني كتير مهتم فيها بقى. انا بدي بس اذا الاي دي كان فورمات اي دي بس اذا كان 160 بس اعطيني بس ال 160 نشوف كم فريم حيكبلي بما انه خليه 30 وخلينا اذا حياخده وهلا شو بدي اقول له؟ بدي اقول له يسيفه انا ما بيهمني هلا اشوفه. فاذا بدي احطه بدي سيفه واخر شيء بدل ما اقول له برنت 4 و5 وما بعرف شو يلا خليه انا بأثر هو اصلا حيفوت مره واحده. واخر شيء برنت كاونت اوف فريمز. فإذا رح يكبهم بنفس المكان اللي أنا بقلعه فيه رح بالكتن حيورجينا بالأول أول 4 5 فورمات نحن ما لنا علاقة فيهم
على الاف بالمناسبة بصير هلا هو عم ياخدوا اتش تي تي بي اس على فكرة، بركي بعدين بصير بياخدوا ار تي اس بي، يعني بياخدوا من شي لايف كاميرا. شو عم بعمل انا؟ ما عملت سيف. ما عملت سيف، بورجيني معناتها مش عامل سيف. لا مش قصدي، مش قضية سيف، مش قضية سيف، قضية تنسر فلو. اوكي تمام، هي عن 14 فورمات، وهي طبعا وخلق هي 609 زبطت معي، 609 بالضبط. طب كم فريم بير سكند؟ انا اعمله 30 24، معناتها في شي عم ياكلوا علي. معقولة 24 فريم؟ اقل احوال انا مشكلة. يلا هات نشوف صورنا، هي شغلة كتير حلوة. اي بروسيسنج بعدين فينا نعمله، تفوتوا انت بتعمل بروسيسنج مثل ما انت بدك. ف ما بعرف، هذا شيء كتير مهم. انا بالنسبة لي هذا مرحلة، يعني كورنر ستون، هذا تاسك وخلصت منها هلا الحمد لله. خلونا نشوف الصور الحلوين. هيا جت فريمز، والبايثون سكريبت هي قاعد تحت كود هي. طيب هذا كل شيء، وبالتوفيق يا شباب.